سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فصورت الله ذي تفصل سيسمى الربين ذا حنين يشور ذي الحنا. حاميم القرآن جنزري فيد وحنين يشور ذي الحنا. ذي الكتاب توفصرت اللي يثيش أكنلاق ذي القرآن ينطق استعرف يوذي سنن القدريس ليت في الشيرين الدار أتصدي سن روح نجانت نهنينو غينا ذسرن. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أن الناس أولون النار غلفا غفيا دنياض إمزون النار قلن لحجب يران غيذك ولحد الهوض الشريف أنك نقرغ ذي الشغل النار. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إنسا نكم خنوي ذي الوحيد نجر في الليل أثنى رب ونهيوان سجمت غرصيما ننوان أضرب فاسدا ونعفو المشركين سواغا وإذا كندور نتزكي نهني خفر نسر خارف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ماذا إذا كني يمنا ذي الصلاح كان خدما أستعان الأجر نتفكا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إن اسنم حرث كفرا سويني خلقنا القاعة ذي المدة قوميين ثتقي بمسلم ثوليس ذوي النذبة بتخلقيث يقمي ذو الرسوف اللاس اخترس ذي كل الخير يقدر ذي سنرزقيس ذي المدة من ربع أيام عذر يوذي استقسان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولذريتي يا طوعا وكرها قالتا أتنا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ومن بعد يلهاد ذهني نستيلم الدخان ينيسن أي وغرضا حسين يكذ القاعة السرف غير نغس بسيف أنن ددنا السرف غير يخلقي جنوان ذي سبعا ذي المدن قميين كلي كني يقمذ جس أين كني شلقا أنزين نسلم صباح إثران فيه نودي قرف غروا أن حفظت غفش وطن أذوقني ذي النظام أبونا نغرنس وغراف العلمي سوري سعير حد. فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. ما روح نزين تسوارور إنس نقلي وقذر في اللون يوث الشعقان فمثلنا نعاد الثمود
مثل دوستان الأنبياء أكسد سوزن دكين السنقار أذر النون والعبد الحشى ربيا أننا سامريش كهوية إبافنا ذي سرس المالي كثورنا إهي نكون أقران كفار السويني سوش قعم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. مذعد تكبر نطغان ذي القاعة مبغر الحق أن الناس أعني لا ونيقوى نكثر النار ورزينا نظر ربي وإنك نثني خلقا يقوى نكثر إنسان نكرن اللي يثنى. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نرسلت في اللسن نظو أن الصرصار يشنقرثا ذقشا أني منحاش أكنث عرضا ذي الدنيث لاعتبرتني ذلا لاعتبر الأخر أكثر ورسعين حده نمنع. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما ثمود نمريس إفرذا نثني خثارا في الدرغث الجنبريد تدمثني وتسعقا ألا ثبثني هنا غفينك نخذما ننجاو ذاك يمنا النتسقة ربيا. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السن مرد نجمع يعذون الرب غرثمس حبس النرد مسقطعا إما رد وضن غرس أتشهد نسرخ ذمن فلسن مزوغ ننسن ذول ننسن ذولمان. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنني يقول ما ننسن أي غرش هذن في الله السنين إغدي سنطقا أضربي يستنطقا كل شيء ذقين دي خلق أذنستان يكون خلقا أفريث النمز ورو ثغرنا ونغرس. وما كنتم تستتلون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثل مرث استذلهم ثنو مرد شهيذا في اللون مزوغ ننوان ذوال ننوان دي قلمان لمعنى ثنوى مربي ولي يعلم رسوى طعاس ذو قينك نتخدمم أكي ثنوى مبفنوان أنوى ينكني غرا ألم مثخصرا كل شيء غصفرا أفنتمس إذا مضيق رجذغا مكه نظر في السماح ذيل الحارف ثيثا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نفكيسني بالدكال زينا سنيني هلان ذوين نديث الدون يثبت في اللسن ووار أمر جيرني عدان
أما ذي الجن ناذي الإنس أكيد أخطر سن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أن نسوي ذي كفرا وستحسس في القرآن استعقض الضعقض إما هاتفن تغربا هاتفن نفكر عرضا وإذا كنني كفرا يون العتاب ذا القرآن ذر ذا النار نجزا لسن غفير الخذيب النسن. ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تمسكني ذي الجزاء يعذونني الربين ذي سسعان خامذون ذي الجزاء يميلان نكرن الليث النار أسنين وذي كفرا أبذن غسخنا وذكن غسير أرذن أما ذي الجن ذي الإنس أثن النفس سضرا أذطفا ثم بدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وذاك النسي قرن نكني فنغذ ربي اتبع نبري ذي صوب أدرسن الملايك غرس ممثن أسينين ولتقوذ ولحزنث أقرغ كنيد في الشر سلجن في النكن وعذا نكني ديما قرغ يذون للحياة الدنثاء وكذلك ذي الأخرث في السعام كذب غطر ويحث تسعة من ذيك سين ثمنام تيرمتي ونهجا وانك نعفونا طاس أنو يتشور ذي الحنان. وما نحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أعني الله رب وار إقفنا وربنا يمرنا فريث الربية أنه يخدم ذي الصراح يقرصن كقرية ذيون ذي الجنس المن وليع ذي وين يرهان ذي وين يلن ذي ريث أسقفر سوين يرهان وإنك نذيث الله جارك يرستعدويث أقدي قول محبيب بور. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في جنرست السوضا حشو ذاك صبرا في جنرست السوضا ذوين ممقر وحريش ذي الخسرة النيرهان ما يكش مكيد الشيطان عبوذ سيسمى الربية نستكل شي نسلاس العرميس وليسعي الحد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ذي العلمة القذراس إذ وسيطي جقور هذا الفلوت سجدث إي طيج ولي وقور أتسجد ثاس يا ربي وإنك نثني خلقا مثل استكنث عبدم.
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما يلت كبر النفنية وذاك يلن غربة فيك تسبحنا ميضا مزال ذي المحارث تملن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ذي العلمة القدراس أتظر الثمر الثقور من غضرت في اللسمان أتشوف أتبذل حرك وإنك النسيذ يحيان أرد يحيون الموتى أثن كل شيء زمراس. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وإذا كان يتبدل المعنى اللي يثنى وذريه نرف لنا مذوين ذكر غثمس أي آخر نغوين اللان ذي لمن يوم الحساب أي انثب غمت خذممت أثني ذركت خذمم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وذي كفرا سر القرآن إما كندي وصغرصا نتشان ذي الكتاب عزيز أرثي ذي كتشمر فطر الزات السنغض الفيرس يتوى نزرد غروينا يسنظ بر الأمور يستهر ذي توشكار. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. كربينا لك دينين أن أنت الرسول قبلي ما فيش ذباب العفو ذباب العقاب قريح. القرآن لو كان ذي نقيم ماشي استعرف ذر سنين أي غركة ودفنتنا اللي يثقنينش القرآن اللي استعرف إن فين قلن ذا عراب إناس نتشي المؤمنين ذي الهداية يكو ذي الشفاء ماذا ويذكن ورنمين رجلن نمزون نسن يعرف اللي نتفهمن أمن مد الشولا ذو قمضيقي لن يبعاذ. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أثنفك دي موسى فاكتف الاسم خلفا لكنو ليزولا وغرب ذكذيان تري يحكم جلسا أثني ذو الشك ذي سوه من عامل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وإن خدم ذي الصلاح إمث يخدم ذي منيس مذوين يستفسد أثني قدر ذي منيس ذي خريض المرى وليون ذي العبال. حزب إليه يرد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. حزب له يرد اقعر من بالمرداس الساعة حشان الساعة الساعة القيامة ورث اللي تمرد فغن
ولا النساء غير يرفذن ولا إما كنا دارو حاش ما يعلم نتا السن مزن دي السور عند ثني شريك لينو أدينين كيد نخبر حد ذي نغو دي الشهيد هذا غفن يكف اللسن يقضي عبد نقبل حصان الشريك ويليا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ بنثم أريت من لاي إما ريذ عوغ الخير مين نريث الشر أذييس مهموم مغموم مين لنفرجد في اللاس بعد المحنيس عدى أسيني وقذ رحقيو الساعة أرو من غداس إما رقل غرفة فيو غرسة دفع شي الهان أدن خبري كثريون سوينك إني خذمن أزندن في كذا عرضا لا أعتذني قهرا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض من نعم الدغف بنذم أغيج أذي روح بعيد ما يملاد المصيبة أذي ذا عذر النوم قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد إنسن أهون هيد إما غرب ديوسا هنو مرثو من ميس القرآن أجي أري اللي حد ذي مضلل أم من يتخلف نطاس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط أزند نسكن رشارات أنغ ذم كل الجهة ولا ذك ما ننسن ألم نغيب نزند القرآن ديم زيغ النذو قيد الحق وليكفر ما يشهدد ما فيك غفين ذي خلق أثنى ذي الشك ذم قرآن مدمرج ما في نسن أثنى كل شيء ذي العرميس